بشار محمد حمصاني، أولا مساء الخير. مساء النور يا فندم. ماذا عن هذا الاجتماع المهم؟ ومرة تانية بحيي دولة رئيس الوزراء النهاردة لأنه تحدث بلسان المواطن بمعنى الكلمة، إن مفيش منطق إن الأسعار تفضل مرتفعة. في الحقيقة يا فندم بالفعل يعني دولة رئيس الوزراء في إطار ما أكدنا عليه مرارا من متابعته بصورة شبه يومية لمستوى أسعار السلع الأساسية في الأسواق، اجتماع اليوم جاء بناء على متابعة الأسواق وما نشهده من استمرار عدم إتاحة بعض السلع أو ارتفاع أسعارها بصورة يعني غير مقبولة على ضوء انخفاض سعر الصرف الدولار مؤخرا وجهود توحيد سعر الصرف، وبالتالي كان لابد أننا نتابع مستوى أسعار السلع الأساسية، وبناء عليه كما يعني أشار دولة رئيس الوزراء اليوم لابد ان المواطن يشعر بقدر من التحسن. هناك بالفعل انخفاض في بعض اسعار السلع ولكن بطبيعه الحال لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، خاصه انه الدوله ليس فقط تعمل على الافراج عن السلع الغذائيه من الجمارك ولكن ايضا بتعمل على الافراج عن مستلزمات الانتاج، وبالتالي يعني يفترض اننا نشهد مزيد من توافر السلع في الاسواق ومزيد من الانخفاض. هناك بعض الانخفاضات ولكنها ما زالت ليست كافية في أسعار السلع، ونأمل أو نسعى للمزيد من الانخفاض أخذا لأنه يعني بطبيعة الحال دولة تكاليف الانتاج نزلت وأقلت بقت منخفضة بالضبط، ودولة رئيس والحجة الوزراء اللي كانت قبل كده الست مشار محمد اللي يقولوا عليها وستك بتحضر الاجتماعات الفترة الماضية ان الدولار بنجيبه من السوق السوداء، بقى النهاردة الدولار عندك في البنك أرخص أقل من السوق السوداء. بالضبط يا فندم، لانه دي نقطة أساسية يعني لا يوجد خلاف عليها، انه كان الكثير من المنتجين ان لم يكن جميعهم يعني جميعهم ان لم يكن جميعهم كانوا بيعتمدوا على سعر تسعير بناء على سعر الدولار في السوق الموازية، والان الوضع اختلف تماما، وبالتالي يعني لا توجد حجة ل الاستمرار في الأسعار المرتفعة، وبالتالي كان لابد من عمل مراجعة دقيقة اليوم ووقفة مع الارتفاعات في الأسعار والتشديد على أهمية خفض الأسعار وضرورة أن الغرف التجارية اتحاد العام للغرف التجارية يجتمع من أجل بحث الأسعار والعمل والإعلان عن تخفيضات مقبلة في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة. طيب ده ممكن يتم ازاي؟ ايه اللي هيتم وتوجيه رئيس الوزراء بضروره عقد اجتماع استثنائي عاجل؟ دولة رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤول اتحاد الغرف التجاريه، وكذلك طالب معالي السيد وزير التجاره والصناعه الذي كان يعني حاضرا اجتماع اليوم بسرعه عقد اجتماع مع المصنعين لخفض الاسعار نظرا لانخفاض تكلفه الانتاج. وبالتالي يعني خلال الأيام المقبلة إن شاء الله سنشهد يعني عقد اجتماعات على مستوى الغرف التجارية ومع المصنعين، وسيتم عرض خطة متكاملة على دولة رئيس الوزراء بشأن خفض الأسعار من قبل اتحاد الغرف التجارية ومن قبل معالي السيد وزير التجارة والصناعة. سيتم الإعلان عن تخفيضات مقبلة وعرض خطة لخفض الأسعار وإتاحة المزيد منها في الأسواق إن شاء الله. أصل طول يا سيادة المستشار طول ما الأسعار مرتفعة التضخم معدلاته هتفضل مرتفعة، وبالتالي مصلحتنا ومصلحة البلد ومصلحة الدنيا كلها انخفاض الأسعار وبالتالي أثر بشكل إيجابي على التضخم. بالطبع يا فندم، يعني المشكلة دي ليها جانبين، جانب مرتبط بالأعباء الملقاة على المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى تأثيراته السلبية على المستوى العام للتضخم. الأسعار السلع الأساسية ليها دور أساسي في تحديد مستوى التضخم، وبالتالي هذا الأمر أكدت عليه معالي وزيرة التخطيط اليوم انه استمرار ارتفاعات غير المبررة في الأسعار ستؤدي لاستمرار التضخم، وبالتالي استمرار التضخم سيؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر الفايدة من قبل البنك المركزي لاحتواء التضخم، وبالتالي من مصلحة الجميع دون شك هو العمل على خفض التضخم حتى يتسنى خفض أسعار الفايدة، وبالتالي المنتج نفسه اللي بيستلف من البنك سيستفيد في حالة خفض أسعار الفايدة، وبالتالي يعني هي مصلحة مشتركة للجميع سواء مواطن أو حكومة أو منتج ومصنع على العمل على خفض أسعار وخفض التضخم. فلذلك يعني الأمر ليس فقط مرتبط ب
اسعار السلع والاعباء الملقاه على المواطن، ولكن ايضا مصلحه الاقتصاد ككل ومصلحه المجتمع ككل في احتواء الارتفاعات الحاليه في الاسعار وخفض التضخم. هل اللي تم عرضه النهارده من انخفاض بعض السلع، وايه هي السلع اللي انخفض، الانواع اللي انخفضت، اذا كان هناك بيان واضح؟ وهل رئيس الوزراء في لما تم طرح هذا الامر كان ليه ردود؟ يعني في الحقيقة فعلا مع السيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية احمد الوكيل، الأستاذ أحمد الوكيل أشار إلى أنه أسعار بعض السلع الأساسية الجملة وخاصة اللي فيها مكون دولاري شهدت انخفاض. يعني احنا بنتكلم مثلا على، هو أشار إلى الزيت والمكرونة والفول والعدس شهدت انخفاضات في أسعار لدى منتجي أو المنتجين أو الموردين من بس الزيت كبار المنتجين. ما نزلش، بالعكس الزيت زاد، الزيت يعني ما انخفضش. اذا كان قال لدى كده يبقى الكلام مش دقيق. لا يعني السوق هو انه أشار الزيت لدى ارتفع. الجملة يا فندم، لدى تجار الجملة، هو كمان بيتكلم على لدى تجار الجملة الجملة. شهدت انخفاض بالفعل لدى تجار الجملة، ولكن دولة رئيس الوزراء أشار إلى أن المواطن لسه ما زال لم صح، يستشعر هذا هو ده الانخفاض الكلام. بالضبط. فبالتالي يعني ده الغرض الأساسي من عقد الاجتماعات على مستوى اتحاد الغرف التجارية، أن نبحث الموضوع أنه حتى لو في انخفاض في بعض أسعار السلع، لكن هذا الانخفاض لم يصل إلى المواطن ولم يشعر المواطن صح، بعد بالانخفاض، وبالتالي القضية هي ما زلنا في حاجة إلى بحثها ومراعاة. يعني بطبيعة الحال كما ذكرت حضرتك، عوامل الإنتاج انخفضت، الدولار اتوفر، كل مزيد من حاجة اتعملت، مستلزمات كل الإنتاج. حاجة طلبت بالضبط اتعملت. بالضبط. يعني فلابد الحكومة الدولة عملت اللي عليها، يتبقى المصنعين يعملوا اللي عليهم. بالضبط. فبالتالي لابد من انه هذا الامر ينعكس من قبل المصنعين والمنتجين والمستوردين، انه في انخفاض الاسعار. يعني لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي، لانه كما ذكرنا استمرار التضخم بهذا الشكل سوف يضر الجميع، المواطن والمصنع والمنتج في ماذا ذات لو الوقت. سيادة المستشار محمد الحمصاني، ماذا لو استمر الوضع على ما هو عليه ومفيش انخفاض هيحدث؟ ايه اللي عند الحكومة من أدوات أو آليات؟ هل عندها أدوات؟ بالطبع يا فندم، يعني لا يعني لن اخوض في اجراءات، لكن هناك العديد من الاجراءات، ومنها على سبيل المثال حشير لاجراء واحد ممكن القيام به واعلن عنه دولة رئيس الوزراء من قبل واعلن عنه اليوم. فعلى سبيل المثال في سلعة السكر، احنا اعلنا انه نظرا لاستمرار الارتفاعات ونظرا لوجود فجوة ما بين الاستهلاك والانتاج، فبدأنا بالفعل وخلال ان شاء الله الفتره الايام القليله المقبله ان شاء الله سنشهد ضخ، قيام الحكومه بضخ 300 الف طن سكر، وبالتالي الحكومه ستدخل لاتاحه المزيد من السكر وضبط الاسعار ولو عن طريق التدخل في السوق وضخ المزيد من السكر في السوق. فيعني هناك اليات لدى الدوله، يعني وهناك العديد من الاجراءات سوف نعلنها في الوقت المناسب، لكن مبدئيا أعلننا اليوم إنه اتخذنا إجراءات، بنوفر السلع، بنفرج عن السلع الغذائية من الجمارك، ولكن أيضا لدينا من الآليات إننا نستمر في توفير وتوفير السلع وضخ المزيد منها في الأسواق لضبط الأسواق. ولابد أيضا يعني الدولة كما نراعي المصنعين وكما نراعي أصحاب الشركات ونوفر الدولار ونقوم ما علينا، عليهم أيضا دور يجب القيام به، ولذلك لابد من خفض الأسعار من جانبهم، وهذا هو ما وجه به دولة رئيس الوزراء اليوم. طيب معلش أنا آسف، هل هناك أي شكوى طرحت من جانب الاتحاد العام للغرف أنه عندنا مشكلة أي شيء؟ يعني الاتحاد العام للغرف يعني مازال يعني طبعا بطبيعة الحال هناك الموقف العام انه السلع بطبيعة الحال او الارتفاعات الماضية التي شاهدناها هي كانت في جزء منها نتيجة انه دورة السلع على سبيل المثال لم نبدأ دورة جديدة من السلع، بمعنى بشكل مبسط انه السلع الحالية في الاسواق هي مرتفعة نتيجة انه تم استيرادها على الاسعار القديمة اللي هي اسعار الدولار المرتفعة. نعم. بالتالي يعني بالتالي هذا الامر حتى لو تؤخذ في الاعتبار، ولكن لا يجب المبالغة فيه، لانه دورة السلع
يعني ما شاهدناه من ارتفاعات يعني بيتجاوز بصورة غير منطقية الحديث عن دورة السلع، بمعنى انه السلع ما زالت مرتفعة على الرغم من دخول انخفاض الدولار وعلى الرغم من دخول مستلزمات انتاج وتوافر السلع الغذائية. فبالتالي يعني الامر حتى لو كان في شكوى او في ملحوظة من جانب المنتجين والمصنعين، لكن من ناحية اخرى يجب ان احنا نكون يعني واقعيين انه لابد ان يكون كما ذكرنا في توازن ما بين تكلفة الانتاج وما بين السعر النهائي للمستهلك. يعني لابد ان يكون في توازن في السوق، وليس خلينا نقول وليس ترك الامر لارتفاعات غير مبررة في اسعار السلع. هل دولة رئيس الوزراء مدي مهلة محددة خلال مثلا يوم اتنين اسبوع 10 عشان نجد انه المواطن يحس او يشعر بالانخفاض الاسعار بشكل حقيقي؟ دولة رئيس الوزراء أوضح بسرعة ضرورة عقد الاجتماعات على مستوى الغرف التجارية وعقد اجتماع مع المصنعين من قبل معالي السيد وزير التجارة والصناعة، وبالتالي إن شاء الله يعني على خلينا حضرتك نقول إن شاء الله على الأسبوع المقبل سيتم إعلان، إن لم يكن قبل ذلك لكن على الأسبوع المقبل إن شاء الله بالكثير سنشهد إعلان عن خفض أسعار السلع إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.